السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد، ويا هلا ويا مرحبا بالجميع. على ما يبدو ان الوقت صار مناسب اني ابدأ بتصوير المهمات الجديدة ونتعرف على الجوائز والانجازات والارباح اللي بتاخذها من هذه المهمات. طيب، بنسجل دخول بالشركة ونروح على الكمبيوتر واللي هو الشيء الاساسي من هذا التحديث، وبدون الكمبيوتر ما في اي مهمات. نسوي تسجيل دخول وبتجينا هذه الشاشة. على اليسار فوق في عندنا نوعين للمهمات، النوع الاول Security Contracts والنوع الثاني VIP Contracts. وباختصار VIP Contracts هي المهمات الرسمية حقت دكتور دري، و Security Contracts تعتبر مهمات جانبية نوعا ما. وفيديو اليوم موضوعنا عن جزء من ال VIP Contracts، وبتشوفون ايش اقصد بجزء من المهمات بعد شوي. طيب، في البداية بتكون المهمات عندك مقفلة نفس الشاشة عندي حاليا، وعشان نفتح مهمات ال VIP لازم نسوي على الاقل واحدة من مهمات ال Security اللي فوق. يعني تقدر تفكر فيها ان فرانكلين يبي يشوف خبرتك بالمهمات عشان يعرف اذا كنت تقدر تسوي مهمات دكتور دري، وتقدر تختار اي وحده تبيها. بالنسبه لي فباخذ فيكل ريكفري، وهي مهمه استرجاع مركبه مسروقه من العصابات. على اليمين تحت في عندك صعوبه المهمه، سبيشاليست يعني مهمه صعبه وبتاخذ عليها ارباح اكثر، وبروفيشنال تعني مهمه سهله تقريبا وبتاخذ عليها ارباح اقل. على اليسار في عندك كم مركبه رجعت لحد الان، تحتها عدد المهمات اللي انت مكملها، وبالاخير هم مجموع الارباح اللي قدرت تطلعها من المهمات. طيب، بختار فيكل ريكفري واضغط على accept contract ونبدأ المهمة. وعشان تختصر الوضع على نفسك، روح عند الرجال بالدور الارضي وعلى الاختيار الثاني واطلب الطيارة المجانية الاولى، ومباشرة بيطلعك برا الوكالة مع هليكوبتر عشان تقدر توصل للمهمات بشكل اسرع. بالنسبة لهذه المهمة فلازم تروح للهنجر في مطار المدينة، والمدخل بيكون بالجهة الخلفية من المبنى. وضيعت شوي بالبداية لان هذه على ما اذكر اول مرة ادخل للهنجر من الباب اللي ورا. بكل الاحوال داخل الهنجر في عدد عصابات كبير، ولازم تقتلهم كلهم قبل لا تبدا تدور على اي مركبه مسروقه. وعلى ما يبدو ان روكستار حسنت الايم عند العصابات بشكل كبير، وصاروا يقدروا يقتلوك اسرع من العصابات القديمه. المهم بعد ما تخلص من العصابات ادخل على الطياره وتحصل المركبه المطلوبه، واللي هو دباب ريفر، واللي لسه ما صدر للعبه وبينزل بالاسابيع القادمه. اول ما تاخذها بتجيك رساله تحت تقول لك افتح ابواب الهنجر. عشان تسوي هذا الشيء لازم تروح عند الزر الموجود تقريبا قدام الطياره على اليمين، واللي بيفتح لك باب الهنجر عشان تقدر تطلع وتهرب من المكان. ومو باقي غير تبعد عن العصابات وتوصل الدباب للوكالة، وبتنتهي المهمة عندك. الحين اذا رحت لكمبيوتر الوكالة فكمان بتشوف ان مهمات الفي اي بي مقفلة. ليش؟ كل بساطة لان لازم يجيك اتصال من فرانكلين، وما راح يجيك الاتصال من داخل المبنى، ولازم تطلع قدام الباب وعلى طول بيتصل عليك ويقول لك انك كملت اول مهمة بنجاح، صرت تقدر تبدأ المهمات الاصلية واللي بتساعد فيها دكتور دري. ولكن في البداية لازم تقابل دكتور دري عشان تعرف ايش بتسوي. وهذا الشيء بيصير في ملعب الجولف على حرف الاف الاصفر اللي بيجيك بالخريطة بعد اول مهمة سيكوريتي تسويها. وبدون اي تاخير ننتقل مباشره لملعب الجولف، وهناك انت وفرانكلين بتقابل الدكتور دري وتحاول تفهموا ايش المشكله اللي صارت لما انسرق الجوال، وكيف بتقدروا ترجعوا المعلومات اللي فيه. وفجاه بيجي واحد غبي ويبي يلعب جولف في مكان دكتور دري بحجه ان احنا جالسين نتكلم وهذا مكان للعب الجولف، وهذا يسب الاول وهذا يسب الثاني، ويصير على وشك انه تبدا مضاربه بالمكان. فيقول لك دكتور دري تمام، انت تبي تساعدني عشان نجيب الجوال المسروق مو مشكله، بس بالاول ابيك تروح ورا الاغبياء الاثنين وتعلمهم كيف يتكلموا معنا مرة ثانية. فبتطلع انت وفرانكلين بسيارة الجولف وتروح وراهم، وما تقدر تستعمل الاسلحة، لازم تصدمهم لين يعبي الوقت تحت على اليمين. وحاول تتخلص من حرف البي اول شيء، لان الثاني بيروح على مكان بعيد ولازم تمشي وراه لمسافة اطول. وبعد ما يعبي الوقت عند اي واحد بيصير عندك الاختيار اما تقتله او تسحب عليه وتروح للثاني، هذا الشيء راجع لك بالنهاية. المهم تمشي ورا الثاني لين يوصل لمدينة الالعاب على الشاطئ، وهناك بتبدا تتفاهم معه بطريقة ثانية. تعال انت جالس تتكلم علينا، جالس تتكلم، انا اوريك عشان تعرف تتكلم معانا مره ثانيه. وبتجلس تجلده لين يقول لك فرانكلين خلاص يكفي، وبيتصل على دكتور دري ويسوي معه صفقه عشان الجوال المسروق. وبتنتهي المهمه وبتاخذ 8400 فلوس وتقريبا 1700 ار بي. وراقبوا الفلوس فوق على اليمين، واحد اثنين وجتنا ال 50000. وهذه ال 50000 بتجيك اذا كملت مهمه الجولف لاول مره وكنت انت صاحب المهمه، بالاضافه لفئه ملابس جديده باسم جولف وفيها الملابس الاربعه حقت المهمه. طيب الان اذا رحت للكمبيوتر بتشوف مهمات الفي اي بي لسه مقفله. ياهو ايش بنسوي؟ الحل جدا بسيط، انتظر اتصال من فرانكلين. بمعنى ثاني اطلع
وقف قدام الباب وبيتصل عليك ويقول لك ان الحين صرت تقدر تبدا مهمات دكتور دري. ولما ترجع للوكاله بعد هذا الاتصال بيجيك فيديو طويل مدته 4 دقائق تقريبا، فبحاول اختصر لك الموضوع ايش جالس يصير هنا. دكتور دري اعطانا رقم الجوال المسروق، والهكر ايماني او خلينا نقول اماني جالسه تحاول تتبع الجوال من خلال الرقم، لكن بعدها تكتشف ان الشغله مو سهله وان الجوال فيه اكثر من برنامج حمايه. عشان نقدر نوصل للجوال لازم نسرق بيانات من مبنى الـ FIB. بالفيديو الماضي لامار جاب عينه من البضاعه حقت المحل الجديد على اساس ان فرانكلين يجربها، لكن بالغلط كلب فرانكلين اكلها ودخل في عالم ثاني. بعدها يعرف لامار ان جوال دكتور دري انسرق وان فيه موسيقى ومعلومات مهمه. بكل الاحوال ينتهي الفيديو بان فرانكلين ولامار ياخذ الكلب وينزلوا لتحت وحنا لازم نروح للمكتب. طيب نرجع للكمبيوتر، والان صرنا نقدر ندخل على مهمات الـ VIP، وعندنا مهمه واحده فقط واللي هي سيت اب داتا ريكفري. بدون اي تاخير نضغط على ستارت ونشغل المهمه، وبيعطيك هليكوبتر وبيطلب منك تروح على سطح مبنى الـ FIP وتكسر الشبابيك اللي فوق واللي هي الطريقه الوحيده عشان تدخل للمبنى بدون ما تنكشف. من هناك بتروح للمبنى المصفح في نهايه الغرفه وتستعمل المتفجرات عشان تقدر تدخل لغرفه السيرفرات. بعدها لازم تحمل برنامج على الكمبيوتر، وتقريبا لازم تنتظر من 5 ل 10 ثواني عشان يبدا التحميل، وبيجيك وقت على اليمين تحت ولازم تحاول تحمي نفسك وتقتل كل الشرطه اللي بتجيك على بال ما يعبي الوقت. المشكله ان لما يعبي للاخير بتتواصل معك البنت وتقول لك ان الملفات اللي جبتها ما تفيد بشيء، ولازم ترجع لغرفه السيرفرات وتسحب الجهاز بالكامل، وبعدها تطلع من المبنى وترجع للوكالة وتقدر تطلب أي سيارة أو طيارة أو مركبة تبيها. من هنا لازم تطلع لبرا المكان وتنتظر اتصال من فرانكلين والبنت. بعد الاتصال مباشرة تقدر ترجع للمكتب وتشوف أنه صار عندك 3 مهمات جديدة، كل واحدة منهم عبارة عن 3 مهمات، يعني عندك مجموع 9 مهمات لدكتور دري. بهذا الفيديو بنكمل الثلاثة الموجودين بنايت لايف ليك، والفيديوهات القادمة بنكمل اللي بعدهم. فبضغط على نايت لايف ليك وعلى كونفيرم وتشوفون فوق فتحت عندي مهمة النايت كلوب ولازم اكملها عشان اوصل للي بعدها، وبدون اي تأخير نشغل مهمة النايت كلوب. وبتجيك نقطة صفراء على الخريطة وعندك اختيارين، يا اما تدخل على المكان بالطريقة العادية وتقتل كل الموجودين، او انك تروح لعلامة السيارة بالخريطة وبتدخل للمكان وكأنك عامل التنظيفات بدون ما تنكشف. اهم شيء لا توقف قدام الناس لفترة طويلة عشان لا يعبي الوقت وتنكشف وتتحول لمهمة هجومية بالنايت كلوب. سالفة المهمة على السريع ان الجوال اللي انسرق فيه معلومات كثير، واجزاء من هذه المعلومات مصدرها النايت كلوب، فانت جاي تاخذ هذه الاجزاء عشان تقدر توصل للاجزاء اللي بعدها وتقدر تحدد مكان المعلومات والجوال المسروق. وبعد ما تسرق الاغراض من المكتب تقدر خلاص تطلع من المكان وترجع للوكالة، وبتنتهي المهمة وبتجيك ملابس عمال التنظيف نيفي كفرالز وغراي كفرالز، وتلاقيها في فئة هايست كفرالز. نرجع للكمبيوتر وننتقل للمهمة اللي بعدها باسم ذا مارينا، وتلاقيها بالنص فوق جنب النايت كلوب. هنا لازم تروح على ميناء القوارب الصغير بالمدينة وتدور على القارب الأخضر واللي بتستعمله عشان توصل للمارينا واللي هو اليخت الكبير. وأول ما تاخذ القارب بتجيك دائرة صفراء كبيرة على الخريطة، داخل هذه الدائرة مثل ما قلت لازم تدور على اليخت الكبير وتتسلل عليه بأسلحة كاتم الصوت، أو بكل بساطة تعلن الحرب عليهم وتقتل الكل الموجودين. بعدها بيطلب منك تروح عند الباب الأساسي لكن بتلاقيه مقفل، فبتروح لغرفة الكابتن، وهنا عندك شغلتين. على اليمين لازم تعطل الدفاعات الجوية عشان إذا جيت تهرب بالهليكوبتر ما تنفجر، وعلى اليسار لازم تفتح الباب الأساسي. بعدها بتطلع من غرفة الكابتن وتروح للغرف الأساسية وتدور على صورة لدكتور دري مع أوراق عليها شعار الكازينو. بكل بساطة صور الأوراق وارسلها للبنت أماني، وخلاص صرت تقدر تطلع من المكان وتروح للوكالة وتاخذ الهليكوبتر بما أنك طفيت الدفاعات الجوية. نرجع للكمبيوتر للمرة الأخيرة، وفوق على اليمين فتح عندنا مهمة نايت لايف ليك وهي المهمة الأساسية، وتقدر تلعبها لحالك أو مع 4 أشخاص إذا تبي. وهنا بيعطيك روز رايز الجيب ويقول لك لازم تروح على الكازينو عشان تدور على البنت هاوس اللي فيه الحفلة وموسيقى دكتور دري المسروقة. بتطلع للمواقف بالكازينو، من هناك بتاخذ المصعد للدور اللي تحت وتبدأ تدور على الغرف اللي فيها الحفلة. بعد ما تلاقيها لازم تدخل وتدور على الشخص المسؤول عن الأغاني، وعلى الأغلب بتلاقيه بالغرف الكبيرة. فايش بتسوي بعد ما تلاقيه؟ باختصار لازم تحاول تاخذ اللابتوب اللي معه بسبب انه جالس يتسمع على اغاني مسروقة، ومن كلمة لكلمة بتنسحب الاسلحة وتبدأ الحفلة الحقيقية بالمكان. وافضل سلاح لهذا الوضع هو assault shotgun واللي بيمسح الارض حرفيا باي شخص يوقف قدامك. وصدقني بتحتاج لسلاح قوي لان عدد الاشخاص جدا كبير، ولازم تلحق اللي معه اللابتوب لبرا الغرفة ولعند المصعد اللي بطريق
طريقة السحر بين الزرق من الكازينو للنايت كلوب، مع أن كل واحد بعيد عن الثاني مسافات بالسيارة. وهنا لسه في حراس أكثر من اللي كانوا فوق. المهم حاول تخسر وتقتل كل الموجودين وتوصل عند الشخص وتأخذ الجهاز، ويصير عندك اختيارين، يا أما تقتل هذا الشخص أو تسحب عليه. بالنسبة لي فأنا ما قتلت كل الحراس على الفاضي. طيب الآن صار باقي نطلع من المكان، تأخذ سيارتك من المواقف وترجع الجهاز وترجع للوكالة، وبيجيك 100,000 فلوس بسبب الإنجاز حق المهمة. الآن إذا رجعنا للكمبيوتر بس عشان أوضح شغلة أخيرة، كل واحدة من المهمات الثلاثة عبارة عن ثلاث مهمات، يعني مجموعهم كلهم 9 مهمات. مهمتين بريب تسويها بالسيرفر العادي مع كل اللاعبين، ومهمة أخيرة سيتاب بسيرفر خاص مع 4 لاعبين. وبعد ما تخلص كل 9 مهمات بتجيك المليون فلوس اللي تحت. أما بالنسبة للثلاثة اللي سويناها فبيجيك 100,000 فلوس لأول مرة فقط بسبب الإنجاز، وإذا حبيت تعيدها فبتجيك أرباح المهمة العادية من 8 إلى 10,000 فلوس. وهذا كان كل شيء عن مهمات نايت لايف ليج. بالفيديوهات القادمة بنكمل المهمات. من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع، يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسانا من اللايك والاشتراك، وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله.